السلام عليكم، معكم رشيدة من قناة كويزين رشيدة الغزواني. اليوم غنقدم لكم بتي فور ديال كوكو بالمورانغ ايطاليان. غادي نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش كنطلعوا المورانغ ايطاليان وكنزيدوا عليها كوكو وكندريسيوها على شكل بتي فور. نتوما كتشوفوا كيجيو هشيش وهذا، غير هي شويه المورانغ خصكم تحضيوه مع السكر، طياب ديال السكر باش ما يفوتكمش. المقادير سهله وبسيطه، متوجده في كل بيت، كلشي زعما ما فيهاش مقادير بزاف، ماشي مكلفه، ما فيهاش بزاف ديال هذا ديال المقادير. ندوزو نشوفو. كنحتاجو الكوكو، كنحتاجو 200 غرام ديال الكوكو، كنحتاجو 8 ديال البيض البيضات، وكنحتاجو شويه ديال الفاني، وكنحتاجو نص كيلو ديال السنيدة، وكنخويو عليه كاس ونص ديال الماء، كاس ديال العنبة، كنديروش الماء بزاف، وكنحطو السكر يطيب، وكنردو معاه البال، حيت هاد لابريباراسيون ضروري خص السكر يكون، هما خص الترمومتر، ولكن حنا غنحاولو نطيبوه بلا ترمومتر. نشوفو ملي كيتعسل وكيولي طالق الخيط كيكون راه جاهز. انا غنخليه شويه يطيب باش يولي كراميليزي، باش يولي في اللون ديال الكراميل. ثم غادي تشوف، غادي نحط السكر يطيب وندير في الوقيته اللي كندير السكر يطيب وكيبدا يغلى السكر، كيبدا يطيب، كيبدا يدير لنا فقاعات، كنعمل انا كنطلق الباتور على البيض باش كيجي هو باش ما كيفوتنيش، كتفوتنيش الطياب ديالو، ما يشمتنيش الطياب ديالو، حيت ما عنديش الترمومتر غادي نحضي معاه. باش نتوما نفس الشيء، يعني الترمومتر ما يكونش موجود في كل بيت. هو السكر ها نتوما كتشوفوا كي كيولي ثقيل معسل، يعني طالق الخيط. صافي دابا راه خصنا نخويوه على البيض سخون وما نوقفوش الباتور، الباتور كيخدم وحنا كنخويو العسل، السكر طايب بحال العسل، كنخويوه على هاد البيض، وكيبقى الباتور كيخدم حتى كيبرد الخليط. ملي كنشوفو البريباراسيون ديالنا كنشوفوها واحد الخيط واقف، هانتوما شوفو يعني كتكون واقفه البريباراسيون ديالنا، كتكون واقفه لي مورانغ ديالنا كيكونوا واقفين وعندهم واحد الخيط ما كيطيحش. صافي كتكون راها واجده. دابا نزيدوها شويه ديال الفاني ونزيدو نطلقو الباتور ديالنا، خليوه يزيد يخدم شويه. عاد نزيدوها كوكو، كوكو غنزيدوه غير بيدانا. وللتوضيح ان هاد البريباراسيون اللي عملنا، هاد المورانغ اللي عملنا، كيمكننا نديرو له اللوز غابره، نديرو به دي ماكارو، هما كيجيو واعرين كيجيو فنين. دابا غادي نحيدو داك الحبيبات ديال السكر اللي بقاو لنا في الحاشيه ديال الباسينه، وغنخويو الكوك شويه بشويه. ولا لقينا شي حبيبات ديال السكر، حيت ملي كنخويو السكر كيتحبب في الجنب، باش ما خصنا نحيدوه بيدانا، ما نخليوش داك الحبيبات ديال السكر. صافي وكنخلطوه غير بشويه باش ما كيطيحلناش، باش ما كيطيحلناش الخليط، وكنديروه في لابوش وكندريسيوه في البلاكه اللي غتمشي للفران. ومادا بينا ما نطيبوهش في نفس الوقت، نخليوه يدوز واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع يضرب فيها الريح ينشف مزيان، وعاد ندخلوه للفران. الفران ما يكونش سخون بزاف، 140 ولا 130 درجه. كنطيبوه، يعني هو اصلا طايب، راه السكر طايب، البيض طايب، كلشي طايب، غير المهم باش ياخذ لنا داك لا كولور، يتحمر يولي مذهب، كيعطينا. قلت لكم يمكن لكم تعملوه باللوز، يمكن لكم تخليو المورانغ هكاك غير بيض البيض مطلع مع السكر طايب وشويه د الفاني، وتعملوه في لابوش وكدريسيوه حتى هو وكتخليوه حتى كينشف، وعاد كطيبوه كيجيو دي بتي فور ديال المورانغ، كيجيو فنين وهشيشين خاويين. هادوك اللي ما كيكون فيهم لا لوز لا كوكو كيكونوا خاويين من الداخل، اما هادو لا، هادو مع كوكو داكشي كيجيو معلكين، كيجيو رطبين،
جيو رائعين ان شاء الله الرحمن الرحيم، تجربوهم ويعجبوكم، ضروري انكم تجربوهم. صافي حنا كملنا الدريساج ديال السيفور ديالنا، غادي نديوها الفران يطيب. انا قلت لكم على درجه الحراره 140 ولا 130 درجه، وماذا بكم تخليوه ينشف، ما تطيبوهش في الحين، خليوه تيضربوا الريح تينشف مزيان. وعاد نديهم الفران يطيبوا، نشوفوهم ها هما طابوا، شوفوا كيجاو، كيجيو زوينين، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو عطيه البرقه وخفيفين في الاكل ديالهم، كيجيو رطبين، كيجيو رطبين رطبين، كيجيو فنين رائعين، زوينين بزاف. مشاهدكم فيهم مهم، ضروري توجدوهم في ديوركم وتقولوا لي. وشكرا وبالصحه والراحه، شكرا.